خير يا عم فيه؟ انت كويس؟ ومش هبقى كويس ليه؟ هو في احلى من شويه الهوا الحلوين دول وسط الناس الطيبه دي؟ امال جايبني هنا ليه؟ عشان عارف ان انت هتروح البيت مش هتعرف تنام من كتر التفكير والاسئله، فقلت اريحك واجيبك هنا عشان اجاوبك. جاوبني عليه عن كل الاسئله اللي بتدور في دماغك، من اول ليه انت بالذات، وهل القرار بانك تبقى الكبير صح، لغايه هل انت قد المسؤوليه وهتقدر تحمي اخواتك ولا لا. ده طبعا غير تفكيرك في حياتك كلها من اول ما اتولدت لغايه قريب، لغايه ما كنت شايف ان قصر العطارين ده عباره عن جهنم ومليان شياطين، وابوك هو الكبير بتاعهم، ولحد ما بقيت انت كبير القصر وكبير العيله، كبير العطارين. سبحان الله، ولا كانك كنت قاعد في دماغك. يا ده انت قلت لك 100 مرة ما تستقلش بعمك سليم. عارف يا يحيى، ابوك كان بيعمل حاجة غريبة قوي، كان بيرفض دايما ان سيرتك تيجي قصاده، ولما كانت سيرتك بتيجي بالصدفة كان يكتئب ويقفل على نفسه باب مكتبه ويقعد فيه بالايام والليالي. وجهان كانت دايما تناديني لان انا الوحيد اللي ممكن اكلمه واخرجه من اللي هو فيه. ما جاش ياخدني ليه يا عمي؟ ليه ما فيش ولا مره واحده في حياته قال لي تعالى مع اخواتك في حضن ابوك؟ عارف، أنا لما كنت متخانق معاه من زمان كانت تقول لي مش عاجبك لم هدومك وروح عند أبوك، كنت بخاف أمشي، كنت بخاف أروح له أطلبه، ليه طول السنين دي كلها ما فكرش مرة واحدة يتكلم معايا؟ أبوك كان وراه دم كتير قوي يا يحيى، عشان كده كان سايبك لأمك، ما كانش عايز حد يحرمها منك، كان سايبك سند لأمك وسايبك تتعلم من الدنيا الكبيرة اللي هو اتعلم منها. عارف زمان واحد حاول يقتل ابوك فانا قتلته وهربنا وجينا على مصر، نزلنا في المحطه وابوك راسه والف سيف ما ينزلش في اي لوكاندا، ففضلنا نمشي 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 لغايه ما رجلنا جابتنا على هنا، على هنا هنا في نفس المكان اللي احنا واقفين فيه ده بالظبط. ابوك وقف يبص على النيل ويبص على الناس، ويبص على النيل ويبص على الناس، فقربت منه وسألته ايه يا زين في ايه؟ بص لي وقال لي تعرف يا سليم ما فيش حاجة في الدنيا دي صدفة، كل حاجة بتحصل قدر ومكتوب، واللي حصل لنا ده قدر ومكتوب، واللي هيحصل لنا برضه مكتوب، وهيودينا في طريق غير الطريق اللي كنا بنفكر فيه وبنخطط. الأيام عدت بسرعة أوي يا زين.
قوي. كل الحاجات الصعبة اللي عدت علينا وكنا فاكرينها مش هتعدي عدت، ودي أصعب منها وعديناها برضو. عديناها عشان كنا دايما في ظهر بعض. ندمان على حاجة؟ ياه ما تعدش. وانت؟ أنا ما بندمش يا أخويا. تفتكر غلطنا كتير؟ تفتكر أنت العيال دي هتلاقي حد يصاحبها ويقف جنبها زي أنا وأنت كده؟ حتى لو ما لقوش هيفضلوا يحكوا في حكايتنا أنا وأنت، ونفسهم يبقوا زينا. وهو ده اللي حصل بالظبط. كل الكلام اللي قاله زين حصل بالظبط. ساعتها أنا فضلت أكلمه عن القدر والمكتوب وإزاي إن المكتوب ده ممكن يتغير. ما هو القدر والمكتوب يا يحيى ممكن يتغير. بيتغير بالدعاء وبالسعي. المهم سألته، تفتكر إيه اللي ممكن يحصل يا زين؟ فبص للنيل وقال لي هيبقى عندنا أكبر بيت في البلد وأكبر عيلة، مش بس بعددها إنما بعزوتها وحبها لبعض وخوفها على بعض. عيلة تحمي المظلوم وتجيب حق الضعفاء. عيلة؟ عيلتي يا عم. عيلة اللي انت بتتكلم عليها لا محدش فيها عارف يتعامل مع حد. انا عارف يا ابني انك مش عارف تتعامل كويس مع اخواتك، بس مش انت لوحدك. حسن وادهم وعز، الظروف خلتهم كلهم ينبتوا من جدر واحد، بس للاسف كل واحد يكبر في حته. إنما جه الوقت اللي كل واحد من ولاد العطارين بقى عنده اللي يكمل التاني. بس الحمل تقيل أوي يا عم، على إن واحد بس اللي يقدر يشيله. هتقدر يا يحيى، أنت الكبير، كبير بحكم سنك وخبرتك. أنت شلت أمك، صرفت على البيت وعانيت كتير أوي عشان تبقى راجل مال وهدومك. انت غيرت قدرك يا يحيى. غيرت قدرك بسعيك وبدعاء امك. ودلوقتي يا ابني بقى قدرك هو قدر العطارين كلهم. بس وعدني يا يحيى. اوعدك بايه؟ تحمي اخواتك والاسم اللي قعدنا سنين نبنيه. وافتكر دايما كل واحد لوحده ضعيف. أوعدك يا عم، أنا مش بس حافظ على اسم العيلة، أنا هكبر اسم العيلة والعزوة كمان. وحلمكم اللي انتوا حلمتوه سوا هكمل عليه. مش هبخل على حد ولا هرد مظلوم، ولا هتسمع في يوم اني باب اتقفل في وش محتاج. اوعدك كمان اني اخلي اسم العطارين تحكي وتضحك عنه الناس. هو ده العشم يا ابني. الزمن اللي جاي زمنك يا يحيى. انا زمني خلاص قرب. بعد الشر عنك يا عم. تصور يا أخي، أنا عمري ما فهمت ليه الناس فاكرة إن الموت ده شر. الشر الحقيقي في الدنيا، إنما هناك مفيش شر. هناك في راحة. وعلى العموم يا سيدي ما تقلقش، أنا والموت أصحاب. وانا ممكن اعشم في صاحبي انه يسيبني كمان شويه. طب امان عليك بقى، عمك فيها كلام عن الموت.
كفايه على الوجع اللي انا حاسس بيه من ساعه موت ابني. حاسس بغضب ما بيخلصش. طول الوقت بقول لي يا رب. شو معنى انا؟ دي دايما مكتوبه عليا اخد حاجات مش عاوزها. الحاجات اللي انا نفسي فيها دايما ما بتكملش. عشان مش نصيبك يا ابني. ودايما ربنا شايف ابعد مننا. ودايما كل اللي بيجيبه ربنا خير. احنا ضحينا كتير قوي يا يحيى علشان اللي انت فيه دلوقتي. والتضحيه بتقويك وتصلب طولك. انت جاهز دلوقتي.